يعني المباراة فضلت زي ما هي. يمكن قبل ما نتكلم يا كابتن بلال، دي ده الاتوبيس بعد المباراة وبيوصل اللعيبة لفندق الفندق اللاعبين لحد السفر ان شاء الله لقطر باذن الله بعد بكرة. يجوا بسلامة الله. دي لقطات حصرية مباشرة من كاميرا النادي الاهلي في جنوب افريقيا، وادينا شايفين طبعا فرحة اللعيبة، طبعا فرحانة وفي ناس كمان. خلي بالكم على اليمين هنا، بصوا شوفوا جمهور من جنوب افريقيا بيستقبل البعثه وبيستقبل موسيماني كمان بالذات، وكاتبين يا يافطه بنثق في الاهلي وشكرا. كاتبين لفته حلوه جدا، وده النادي الاهلي في كل حته طبعا. طبعا ربنا يجيبهم بالسلامة ان شاء الله طبعا. يعني ده خد بالك، كل ما بتعدي دور في الادوار النهائيه دي بيبقى بانجاز لكل اللعيبه وللمدير الفني كمان. يعني النهارده انا وصلت للسيمي فاينل خلاص، حسين يعني وسامي والبسمه على وجوههم والجهاز الفني يعني يستحقوا التقدير. هو مستر موسيماني بيبادلهم التحيه، واعتقد ان هم بيهتفوا له كمان. هو كان عنده موقف صعب قبل الماتش النهارده مستر موسيماني، يعني كان من بعض جمهور راح بص بيسلم عليهم وبيشكرهم طبعا، تواضع غريب جدا وكبير جدا من كاتبين له وي بليف ان اور ايجل، بيتسم بشخصيه متواضعه جدا بصراحه، بيسمينه النسر هناك ايجل. ايوه راح سلم عليهم واحد واحد، يعني النسر هو يستحق، نسر الاهلي صراحه يستحق. دي حقيقه، يعني بقول لك كان عنده موقف قبل الماتش صعب شويه من